اذكر عملا يتطلب سنا معينا للقيام به. موظف. اذكر شيء تستعمله وتخاف أن تضيعه. المفتاح سيارة. اذكر شيء تحتاج به إلى فرشاة. معجون الأسنان. اذكر مرادف لكلمة حب. مودة. لماذا لا تحب السياقة خلف باص؟ لأنها مسبب حوادث. شكرا شكرا جزيلا. خلينا نشوف النقاط. سألتك 5 أسئلة جاوبت عليهم، أريد نشوف النقاط اللي حصلتها شقد. السؤال الأول كان اذكر عملا يتطلب سنا معينا للقيام به، ايش قلت لي؟ موظف. موظف. الموظف جاب لك 10 نقاط. السؤال الثاني كان اذكر شيء تستعمله وتخاف أن تضيعه، ايش قلت لي؟ مفتاح السيارة. مفتاح السيارة. مفتاح السيارة صح. 20 نقطة. السؤال الثالث اذكر شيء تحتاج به الى فرشات، ايش قلت لي؟ معجون الاسنان. معجون الاسنان. ومعجون الاسنان جاب لك 31 نقطه. اضرب. 61 نقطه صار عندك. السؤال الرابع اذكر مرادف لكلمه حب، قلت ود. موده. موده. ود والموده. الله. 22 نقطة صار عندك 83. والسؤال الخامس والأخير كان لماذا لا تحب السياقة خلف الباص؟ فقلت الحوادث تسبب حادث، وتسبب الحادث 8 نقاط، يعني مو قوي كان، بس 91 نقطة لا بأس بها. إذا تفضل مع العائلة. جيد. 91 يعني مطلوب من أحمد أن يجيب لنا 109. 109 إذا جاب أحمد يأخذون الجائزة، إذا ما جابها راح يتأهلون. خلينا نشوف أحمد. تعال أحمد. اذكر عملا يتطلب سنا معينا للقيام به. باص. اذكر شيء تستعمله وتخاف أن تضيعه. الموبايل. اذكر شيء تحتاج به إلى فرشات. فرشات لسان. اذكر مرادف. عيد. فرشات صبغ. اذكر مرادف لكلمة حب. رومانسية. أي. لماذا لا تحب السياقة خلف الباص؟